نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وشفنا شوط اول مثير وتبادل الهجمات بين الاهلي وبيراميدز وفرص ضايعه وحالات تحكيميه. ولكن كابتن عادل لازم نبدا بيك، لان انت توقعت حاجه في الاول وكنت متخوف جدا وفعلا حصل كده في الشوط الاول. طبعا يعني بيتمنى يعني اصابه كهربا ما تكونش اصابه كبيره، وانه يبقى موجود في المباراه القادمه. اتمنى ان يكون حاجه خفيفه يعني ويرجع بسرعه. طب بمناسبه كهربا، معلش، معانا زميلنا فاروق صلاح من ملعب مباراه، نطمن منه بس على حاله كهربا. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوف حضرتك الكرام، كابتن علاء مهيوب والكابتن محمد يوسف والكابتن عادل مصطفى والكابتن هاني العجيزي. عايز اطمنك يا كابتن ايمن واطمن كل جماهير النادي الاهلي، كهربا كان اشتكى من شد خفيف في العضله الخلفيه. طبعا الجهاز الطبي والجهاز الفني كان مدي تعليمات للعيبه، لان اي لاعب وقت ما يحس باي شد او اي اصابه من بدايتها يفضل ان هو يغيره ويريح. وفعلا يعني اطمنا وتاكدنا ان هو شد بس في العضله الخلفيه لكهربا، فضل الجهاز الفني ان هو يريحه. وايضا لمزيد من يعني ان احنا نطمن الجماهير، هيتم عمل اشاعه ايضا بكهرباء يعني عقب المباراه ان شاء الله. لكن انا بطمنك يعني مبدئيا ان شاء الله شد بس خفيف في العضله الخلفيه، وان شاء الله يعني كهرباء ان شاء الله يبقى موجود في مع الفريق المباراه القادمه باذن الله. نتمنى كده ان شاء الله باذن الله، ونتمنى السلامه لجميع نجوم النادي الاهلي النهارده باذن الله. شكرا زميل العزيز فاروق صلاح. كابتن عادل اتفضل. يعني بنتمنى ان هي ما تكونش حاجه يعني كبيره. المباراه زي ما اتكلمنا في البدايه في ايجابيات وفي سلبيات، هبدا بالسلبيات عشان نخلصها ونخش في الايجابيات. السلبيات اللي احنا اتكلمنا فيه قبل المباراه، انك الناس كلها اللي محتمل تلعب مباراه الوداد بتلعب النهارده كهربا اتعور، في من الدقيقه 5 من الدقيقه 38 بتلعب ناقص واحد، فهتعمل لود زياده على اللعيبه اللي موجوده في الملعب. غير كمان ان المباراه كمان مشدوده جوه الملعب، في احتكاكات كتير بين اللعيبه، وانا شايف ان الحكم برده مش مدي الحمايه الكافيه للفرقتين. انا شايف ان الحكم في حاجات كتير جدا هو ممكن يتحكم فيها بدري. صحيح. حتى مروحه للفار مره واثنين، في حاجات كان ممكن يروح فيها تانية. في كوره برده لعبد الله سعيد في نص الملعب كان ممكن يروح فيها، ده جزء من الاجزاء دي. الحاجات السلبيه. الحاجات الايجابيه، بدايه كانت كويسه جدا، بدايه التحضير زي ما هو، التحضير اللي احنا اشتغلنا عليه المباراتين اللي فاتت بيزيد النهارده، وبالرغم ان في ضغط عالي من فرقه بيراميدز في بدايه المباراه، ولكن في تحضير وفي تحضير جيد، وطلعت بالكره كذا مره، كان في خروج بالكره كويس جدا، ودي حاجه من الحاجات الايجابيات جدا، الايجابيات كويسه. الحاجه الثانيه، في شيب دفاعي كويس. لو في الوقت بعد المباراه لما يجي لنا اللقطات بتاعتنا، في شيب كويس، ال 4 4 1 1 باينه جدا بشكل كويس، اجريكا عاملها. ولكن عندنا مشكله صغيره في ان حسين عنده ثانيتين متاخر، ثانيتين يعني بيبقى متواجد في مكان في الحدث اللي فيه الكوره، ولكن بيبقى عنده ثانيتين تاخير ممكن يتسرق فيهم. فدي شويه لحد ما نسبه 50% عن الماتشات اللي فاتت اتحسنت شويه، ولكن النهارده لسه برضو في حته محتاجه شويه ان احنا نشتغلها كويس. لكن مجمل الشوط الاول بدايه كانت كويسه. الشوط اتغير اول ما كهربا خرج، الشوط اتغير تماما نفسيا. اللعيبه هيوصل لها ان هو برضو هيبقى خايف يتعور، فدي برضو حاجه مقلقاني. واتمنى انا يعني اكتر مباراه مش عايز اتكلم عليها فنيا، على قد ما انا عايز اللعيبه تخرج من مباراه سليمه، وانك تروح لمباراه الوداد بكامل العدد. صحيح. كابتن علاء، شوف الشوط الاول ازاي؟ شوط عصبي جدا يا ايمن، زي ما توقعنا الفرقتين عايزين يكسبوا، ممنوع الخساره طبعا. النادي الاهلي في عمر الخساره دي مش موجوده. بيراميدز نازل مش عايز يخسر، بيدور على مكسب. المباراه فيها احتكاكات كتير قوي، مباراه شوط خشن جدا. بدايه المباراه كانت بالنسبه لنا غريبه شويه، ان جون جاي هو ناحيه الشمال وكهربا هو راس الحربه، دي بالنسبه لنا احنا غريبه. لكن كان الشكل زي عادل قال، الشكل كان مقبول، شكل معقول، والكره طالعه كويسه، وكان في ضغط كويس. لكن الاداء كله اتغير يمكن قبل ما كهربا حتى يصاب ويخرج. بدا بيراميدز هو اللي متحكم في شكل الشوط وريتم المباراه. الامور بقت صعبه قوي بعد طرد عمرو السوليه، لان بتلعب ناقص لعيب مع بيراميدز، مش سهل خالص طبعا. الشوط الثاني هيطمع في المباراه بيراميدز الشوط الثاني، وده على فكره من حقه طبعا. النادي الاهلي بيلعب ناقص لعيب، لكن ما اعتقدش هيبقى فيه تأثير جامد. لكن التأثير ده يجي على حالتك البدنية، هتبذل مجهود قوي جدا أيمن، إلا ومستر سليماني عمل تغييرة. حتى التغييرة برضو صح، حصل تغييرة. لا أنا بقول يحصل تغييرة طبعا، لكن برضو التغييرة هتنزل أيمن، المجهود يبقى زاد قوي على 10 أيام موجودين في الملعب. بتمنى يا رب ما يهمنيش شكل المباراة، بتمنى مفيش إصابات تانية تحصل لعيبة النادي الأهلي. موضوع كهربا ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه ويلحق المباراه باذن الله. كابتن محمد، ازاي مستر موسيماني يتعامل الشوط الثاني مع النقص العاده دي لفرقه النادي الاهلي؟
هو بص طبعا في ظل تلعب نقص عددي بتصعب المباراه، خصوصا لما يكون معاك يعني او بتلعب فريق منافس زي بيراميدز عنده اوراق، عنده ضغط هجومي كويس، عنده حلول فرديه كويسه. المطلوب طبعا دلوقتي ان انت تلعب زون، تلعب زون تعتمد على الهجمات المرتده سواء بسرعات حسين الشحات او انطلاقات جونيور مع اليو باجي. لكن مهم جدا ان انت توزع، عندك اربع تغييرات، انت خسرت تغييره اللي هي بتاعت كهربا ونزلت اليو باجي، فعندك اربع تغييرات. يعني من حسن الحظ ان مش ثلاثه بس، كنت كان زمانك فاضل لك تغييرتين، لا انت عندك اربع تغييرات لازم توزعهم عشان تقدر تخف الضغط بقدر الامكان على اللعيبه اللي مرشحه تلعب ماتش الوداد. خلينا نتكلم بمنطقيه طبعا، في مش عايزين ناخد او زي ما بقول ايه يعني الهدف الرئيسي بتاعنا اهداف فرعيه تخلينا نتشتت عنه. الهدف الاساسي بتاعنا مباراه الوداد. النهارده انت بتلعب في منافسه قدام بيراميدز، اوكي منافسه الدوري انت حسمتها، الحاجات الشخصيه او ان يعني ان حساسيه اللقاء بشكل محدد يعني دي هدف اقل من الهدف الكبير. الهدف الكبير هو بطوله افريقيا. فمهم جدا انت النهارده خسرت، يعني فاروق صلاح طبعا بيقول اشاعه وهتتعمل وكده، نتمنى ان تبقى اصابه خفيفه، بس انت بتتكلم في خمس ايام يعني. عشان كهربا يخرج من المباراه تحت تاثير اصابه اكيد صعب يعني. طبعا. انا نتمنى ان هو يلحق، حتى لو يلحق بشكل ان هو يكون موجود بديل. موجود اه. النقطه اللي مطلوبه ان يتلعب زون، تقفل مساحاتك في نص ملعبك وتبدا تطلع الهجمه المرتده، بس اهم حاجه ما تدهمش مساحات، لان انت بتلعب نقص عددي مش تقدر طبعا زي ما عادل قال كل ما الماتش بيمشي كل ما انت بتحرق في طاقه اكتر عشان تعوض فرق اللعب. طبعا الحاجه اللي عايز اتكلم فيها بالنسبه للتحكيم، مش عارف بشعور انا ان عمرو السوليه فيها حته شويه عدم قصد يعني. موجود الفار اداك وكده، لكن انت لازم تميز ما بين الانذار وما بين الطرد. ودي نقطه برضو انا اتوقع اني يعني عمرو السوليه ما هواش اللاعب اللي معروف عنه انه بيخبط بالكوع او انه بيلعب يعني. انه مؤذي يعني، الجزاء ده برضو. اول طرد لعمرو السوليه، وضربه الجزاء برضو اعتقد فيها مادي بره برضو. دي نقطه، دي حتى النقطة ما تشفتش يعني. النقطه كمان اللي عايز اتكلم فيها هي ان مهم جدا وانت بتلعب بنقص عادي، انت بتقول لي مستر مسلماني بص رجليه الاثنين بره الخط. لا في يا كابتن كادري تاني غير ده باكات باينه باينه اكتر من كده. هي باينه هنا. لا لو جبت سمير هتلاقي في كادري تاني الفار ليه ما يرجعش؟ دي الفار لازم كان يرجع فار، مش معنى ما استخدمش رجع الكوره بتاع السوريه كان من اربع خمس مرات، صح حاجه زي دي لازم يرجع لها. صحيح يا كابتن هاني. النقطه بقى اللي كمان مطلوبه مجهود اللي مبذول من اليو باجي. يعني اليو باجي لازم يبقى نازل مع الرباعي طبعا. بتاع وسط الملعب طبعا. مع الرباعي بتاع وسط الملعب طبعا. عشان يقدر يقفل المساحات دي ماشي. ونبقى بنلعب بلوك واحد دي ماشي. الحل الوحيد ان موسيماني اكيد اتكلم معاهم بين الشوطين طيب. ويبدا يلجا بقى للتغييرات. عندك وليد سليمان، هنشوف تغييرات الشوط الثاني سريعا. اعتقد ان يعني لازم يبقى في تغيير للنادي الاهلي، لان شايف ان مجدي قفشه مش موفق النهارده بصراحه يعني في كذا كوره، وضربه الجزاء كمان باين ان هو مش مركز. اعتقد ان هو ممكن يبقى في تغييره، بس المشكله ان برضه بره حته احمد الشيخ وصالح جمعه. احمد الشيخ وصالح جمعه وليد سليمان ده الثلاثي اللي اتمنى موجود. اتمنى كمان ان الناس الاساسيه زي اجايي او زي حسين الشحات ان هم برضه الراجل يريحهم. ده احمد الشيخ وليد سليمان ان شاء الله في طريقهم من الملعب. عموما هنطلع لفاصل ونواصل مره اخرى مع نجومنا الكبار بعد نهايه الشوط الثاني، ارجوكم انتظرونا.